ليلة مخيفة. أحب أن تنام عندي. وأنا أيضاً يا روزي أحب أن أنام هنا ونسهر كلنا معاً. طبعاً، فهنا نلعب هكذا. وقت الحليب. بالعطش. العطش؟ النباتات نسيتها، لابد من أنها عطشانة أيضاً. هيا تعالوا لنسقها. استعدي يا رومبا. انظروا إنها أفعى. لا أخاف من الأفاعي. ولا أنا. هيا يا رومبا. ليلة هنيئة. ليلة هنيئة يا روزي. هيا توقف يا رومبا. لم يكن أنا. إن لم يكن رومبا فمن يكون إذن؟ هذا الصوت مضحك. من يصدره يا ترى؟ صوت؟ لا لا، لم أسمع شيئا. ربما روزي تعرف من أين يأتي هذا الصوت. أحدهم يطرق الباب. تعال يا روزي لنفتح ونرى من أتى. يا روزي. أهلا يا بلبلة. أهلا يا بينون. هل سمعتم الصوت الغريب؟ نعم، أليس مضحكا؟ لكني لم أسمع شيئا. الآن سمعت. أتساءل من أين يأتي؟ لا أعرف، لنكتشف هذا. ما هذا؟ ربما العاصفة الرعدية تحت الأرض. لا أظن أن هذا ما يحدث يا بينون، لكن الأرض تهتز. تعالوا نكتشف الأمر. لا لا لا، يجب أن نذهب، الظلام شديد. لم يعد كذلك. آخر من يصل إلى الملعب غول قبيح. انتظرني. حبات البلوط هي سبب الضوضاء. لكن صوت حبات البلوط منخفض، وهي لا تستطيع هز الأرض أيضا. وكيف ينام فجري رغم الصوت القوي؟ ماذا؟ أين؟ من؟ أهلا بكم. ماذا تفعلون هنا في هذا الوقت؟ إنه منتصف الليل. لم نستطع النوم. صوت غريب ومرتفع يتردد في الأرجاء. لقد اعتقدنا أنه الرعد أو وحش. أخبرني، ألم تسمعه يا فكري؟ لا، أخبروني كيف هو. إنه تقريبا هكذا. بو 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 بو. ليه؟ إنه أقرب إلى أغلي أغلي. وهذا؟ واو، لين. ليست لين بل فكري. رجاء سامحوني، أنا آسف للغاية. كفى، يكفي هذا
الصوت يا فكري. توقف. آسف يا بلبلة، لا أعرف كيف أوقفه. إنه كصوت بطني عندما أكون جائعا. عرفت، إن جذور فكري تقرقر. هل أنت جائع أو عطشان يا فكري؟ حسنا، لم تمطر منذ أيام، لذا قد تكون جذوري عطشانة. هيا جميعا لنسق فكري، فجذوره بحاجة إلى كوب كبير من الماء. آسف يا بلبلة. يكفي هذا يا بينون، دوري الآن. أشكركم جميعاً، أشعر بتحسن كبير. لن أصدر أصواتاً تزعجكم أو تحرمكم من النوم. وبالمناسبة، ألا تشعرون ببعض النعاس؟ بلى، أنت محق يا فكري. ليلة هانئة. ليلة هانئة لكم. روزي. نعم. جيد أنني لا أملك جذوراً لأنني أجوع كثيراً. لكن لو شعرت بالجوع كنت سأكل طعاماً كثيراً. ليلة هانئة يا رومبا. ثانية. مجلة رومبا. أتحبين سيارتك يا روزي؟ نعم أحبها. هل تفضلين التنزه فيها وحدك أم معي يا روزي؟ معك يا رومبا. إجابة جيدة. رومبا، لما هذه الأسئلة؟ أنا أعد مجلة أخبار، مجلة الأصدقاء، وأنت أول خبر فيها. اسمعي ما كتبت. روزي زيتت العجلات فصارت في كل الجهات. ما رأيك يا روزي؟ جميل جدا يا رومبا، لكنه ليس مدهشا. أوه، إذن ماذا عن هذه؟ روزي تزيت عجلات السيارة وتطير من حارة لحارة. يبدو هذا أفضل يا رومبا، ولكن ما المميز في ذلك؟ ليس ممتعاً. صحيح، لكن لا أعرف أن أكتب شيئاً أفضل. بالتأكيد تستطيع. ابحث عن قصة جديدة، تجول في المكان، اتبع أنفك، اكتب أحداثاً يحب الجميع قراءتها. أنت محقة يا روزي، هناك أخبار رائعة ومشوقة في مكان ما، ورومبا سيعرفها. يمكنك الكتابة عني أيضاً. عصفور على الشجرة؟ لا. أعشاب طويلة؟ لا. تبدو تفاحة بينون ناضجة جداً. ستكون مفاجأة كبيرة. لين تأخذ تفاحة بينون من دون إذنه وفي السر؟ هذا خبر مدهش. جاهز يا فكري؟ مرحبا. ضربة موفقة يا فكري. كرز، كرز، أين أنت؟ كرز يضرب فكري على أنفه ثم يفر هاربا. إنه خبر خطير. أسرع يا رومبا، متى نستطيع قراءة المجلة إذن؟ انتهيت. إذن دعني أراها.
مجلة للجميع. أوه رومبا، هل نوزع المجلات في سيارتك كالمجلات الحقيقية؟ فكرة رائعة يا رومبا، هيا نوزع المجلة. مكتوب هنا: بلبلة قالت إن الشجر غبي. يا للوقاحة. هل أنت متأكد يا رومبا؟ بلبلة تحب الشجر، فهي تستريح وتنام فوقه. كتبت ما سمعت كلمة كلمة. لكنك كتبتها كحكاية خيالية. لا، بل كخبر. أوه انظرا، الجميع قادم نحونا. آه، إنهم لا يبدون سعداء. هاي، إنهم جميعاً يحملون مجلتي. هل ألقي نظرة الآن؟ تفضلي. أوه يا رومبا، ماذا فعلت؟ رومبا، لم أقل إن كل الشجر غبي، فقط تلك الشجرة التي أوقعت العش. فهمت، وأنا لم أضرب أنف فكري وأهرب وأنا أضحك عليه. كان حارس المرمى وصد الكرة بمهارة. نعم فعلت. أحسنت، كتبت أنني سرقت تفاحة بينون ولم تفعليه؟ لقد قطفتها كي تقدمها لي مفاجأة. هذا لطيف. أنا آسف جدا. أنا متأكدة أنك كذلك، ومتأكدة أن رومبا لم يقصد أن يغضبنا جميعا. تعرفون كم هو طيب القلب ويحبنا. ربما هذه المجلة ليست فكرة جيدة. بل هي فكرة رائعة، أليست رائعة؟ رائعة. نعم بالطبع، هذه مجلة الأصدقاء جميلة يا رومبا، لكن القصص تحتاج إلى التعديل لتجعل الناس سعداء. نعم كتلك المجلات المضحكة. هذه فكرة رائعة يا روزي. هيا يا روزي لنصدر مجلة جديدة. أمرك يا رئيس التحرير. انظروا، هذه صورة كبيرة لي. كبيرة جدا، قصصنا الرأس. أنت ضخم حقا. وهذه نقطة، قال الأستاذ يعيش السمك في الماء، فقال التلاميذ يعيش يعيش. إنها بالفعل أفضل مجلة قرأتها في حياتي يا رومبا. هل كتبت مجلة أخرى قريبا؟ أرجوك يا رومبا. أحسنت يا رومبا. نعم أنا أحسنت. هذا مكان مناسب للتخييم. أوه لكنك قلت هذا عن الملعب وساحة التنزه. آسفة، هذا هو فعلا المكان الأنسب لننصب الخيام. يوهو، يا له من مكان. ماذا؟ هل تتوقعون مني أن أسكن هنا؟ لا، هذه خيمة الأولاد.
أنت في الثانية. هذه أفضل بكثير، رائعة. شكرا. ولكن لا مكان لأبسط جناحي. هيا لنخرج إلى الطبيعة، هناك المكان أوسع. ما أجمل النجوم، ما أجمل القمر، في قلب الطبيعة كم يحلو السهر. خارج الخيمة مع الأصدقاء نخيم ونعزف ويعلو الهاء. أوبس، لم أعزف على الجيتار منذ مدة. تأخر الوقت. من منكم سيدخل أولاً لينام؟ أنا. لن أرتاح أبدا. سأغني لأساعدكما على النوم. ما أجمل النجوم، ما أجمل القمر، في قلب الطبيعة كم يحلو السهر. كيف ننام وأنت تصرخين؟ أنا أصرخ؟ هذا غناء. لن ننام أبدا. هل ستعود إلى البيت يا رومبا؟ لا، أنا لن أعود. ماذا؟ قال إنني أصرخ. ما هذا؟ هل يمكن أن تكفي عن الصراخ؟ هل يمكن أن تكفوا قليلا عن الجدال؟ هذا ليس جيدا. مرحبا يا رومبا. مجرد صوت غريب، لا داعي للخوف. أنا لست خائفا. جيد جدا، أحسنت يا شجاع. أين كرز؟ أظن أنني أعرف، ادعيني. توقف يا كرز. ماذا؟ لم أفعل أي شيء. بل فعل، أنت أصدرت ذلك الصوت السخيف. لا، لم أفعل. أنا لن أخاف من هذا الصوت أبدا. أهلا يا سيد موردي. وأخيراً، أنا وعائلتي كنا نحاول الخروج من تحت هذه الشجيرة لنزور فكري، لكن خيمتكم أعاقتنا. آسف. رومبا، وجدت السناجب. لم نكن ضائعين، كنا عالقين، وعندما حاولنا الخروج بدأ أحدهم يصرخ كالمجنون. حسناً، نستطيع الآن أن ننام. أتمنى لو كانت مساحة الخيمة أوسع. ربما نستطيع أن نوسعها. لنتبع السناجب صوب فكري ونحضر الخيام معنا. أنا سعيد أنكم هنا أخيراً. ونحن أيضاً اضطررنا لتحمل بعض الصراخ المزعج الفظيع. بعد إذنكم. هاي كرز، انظر. بيتي أنا، لا مكان أفضل منه. ولكن
مكان أفضل من هنا، إنه أكثر مكان مريح نمت فيه. واستطعت أن أنام في الخارج مع أصدقائي. ليلاتكم الأولى في الخارج، ولكنها ليلتي الأولى في الداخل. الآن فهمت ما عانته أرزة. لا تنسوا أن تنظروا إلى الأعلى.